لكل الناس اللي حبة حابه تطمن على الام مرات محمد حوارات وعايزه تعرف هي فعلا ولدت ولا مولدتش وهل فعلا ولدت توام زي ما قنوات كتير بتقول ولا ولدت بنت زي ما قالونا قبل كده في حفل نوع المولود وهل هي فعلا حالتها خطيره ولا خلاص ولدت وامد بالسلامة تابع الفيديو للنهايه علشان تعرف التفاصيل كلها بالظبط طبعا كلنا تابعين حوارات الفتره دي وملاحظين ان كل الفيديوهات اللي بتنزل عن الام ومحمد وكانوا بيطمنوا على الام ويودوها المستشفى اول باول بعدين غيروا المحتوى ولموا المقالب مرة لا تعمل مالها في محمد بعدين محمد يرجع ياخد حقه ويعمل مال كمان والمهم ان اغلب جمهور حوارات كان حابب يطمن على لا وعد يعرف فيها ولدته لسه وعليا فعلا ولد التوام زي ما كانوا كتير بتقول وان اهلات حوارات مخابين الموضوع مش عايزين اي حد يعرف ان اهلا ولد التوام علشان خايفين من الحسد ولو تلاحظوا ان يرى كانوا بيعوا بلسانهم ويقولوا ابن خالي محمد ففي الحالة دي تبقى لا حامل في ولد وبنت حوارات مخبين عشان خايفين من الحسد لكن لو خبر حملة لا ولد وبنت حقيقية قالت مش هتخب كتير ومسيرة تعلن عن الموضوع ملاهم فجأة لجمهورهم وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ما تنساش في القناة الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته